مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 25 مايو الساعة 7:30 صباحا بتوقيت كوريا، أعلن موقع آي تشارت التابع لإنستيز رسميا أن الأغنية التجريبية الجديدة سوبر نوفا لفرقة أسبا قد حققت نجاحا مثاليا. أصبحت أغنية سوبر نوفا الآن أسرع أغنية لفرقة فتيات لعام 2024 تسجل All Kill مثالي على المخططات الكورية بعد أن استغرقت أقل من 12 يوما لتحقيق هذا الإنجاز. تحقق الأغاني All Kill مثالي عندما تتصدر المركز الأول في مخطط أفضل 100 أغنية لميلون، والمخططات اليومية والحقيقية لجيني وباكس، ومخطط أفضل الأغاني على اليوتيوب، والمخطط اليومي لفايب، ومخططات الوقت الفعلي لفلو وآي تشارت. All Kill مثالي يعني أن الأغنية قد تصدرت أيضا مخطط آي تشارت الأسبوعي. أغنية سوبر نوفا هي الأغنية الثانية لفرقة أسبا على الإطلاق التي تحقق All Kill بشكل مثالي. كانت أول أغنية لها هي أغنية سيفاج التي حققت نجاحا كبيرا في عام 2021. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو هيكاسيو كومسامي دا.